بمشاركة 40 شركة وجهة عارضة عامة وخاصة، انطلقت فعاليات المعرض التخصصي للاتصالات إكسبوتك الذي تقيمه شركة ثقة للمعارض والمؤتمرات في فندق شيراتون حلب. طبعا احنا اخترنا مدينة حلب لأنه هو أول فعالية بهي التخصص بتصير بهي المدينة، فمن خلال فترة طبعا 10 سنين الماضية ما صار في أي تخصص بالمعارض من ناحية التكنولوجيا، كان هذا أول خطوة بهذا الاختصاص. هذا هلأ الاختصاصات المعرض طبعا شركات الاتصالات، مزودات الخدمة الإنترنت، بالإضافة طبعا من ركزين نحن على موضوع مهم هو موضوع حاليا الدفع الإلكتروني. الهدف من المشاركة هو تعريف الأخوة المواطنين بالباقة المزايا اللي بتقدمها الشركة السورية للاتصال، وهي عبارة عن خدمة الهاتف الثابت يعني الفويس كول، وخدمة الانترنت بعدة أنواع عن طريق بوابات الدي اس ال، وعن طريق الوصلات الميكروية المايكروويف، وآخر خدمة قدمناها هلأ حديثا هي خدمة الانترنت عبر الألياف الضوئية الاف تي تي اكس. ضمن هالجناح في عنا شقين، نحن مزود خدمة الانترنت اللي هو تابع للجمعية، والجمعية كفرع بحلب. عمل الجمعية نحن دائما هو بنشر الثقافة المعلوماتية، بنعمل دورات كورسات، دخلنا على مناهجنا كورسات جديدة خاصة بالأطفال واليافعين اللي هو الروبوت ليجو اي في 3. المشاركة بهيك معرض أعتقد أنه راح يشجع لعودة سوريا بشكل قوي وفعال في موضوع خدمة البرمجيات. لكن اليوم نحن بالمعرض بتطبيق إلكتروني اسمه I am here، هو دليل إلكتروني شامل لأي فعالية بمدينة حلب، لاحقا راح ينطلق ويغطي باقي محافظات سورية. الملفت بالتطبيق عمله بدون الحاجة لإنترنت، مع خريطة تفاعلية بنوعين، بدون الحاجة لإنترنت، مع ميزة الفلترة الذكية ومع الذكاء الصنعي المستخدم فيه، وفيك انت تتسوق وتشوف كل شيء موجود بالسوق من خلال التطبيق.